السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الوصفة رائعة جدا بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الرواح، والناس اللي الناس اللي كيكحو بزاف وما كتحبس ليهمش الكحة ديالهم، وبالنسبة للناس اللي عندهم داك البرد القديم في الصدر ديالهم، وبالنسبة للناس كذلك اللي عندهم داك البوجنب، يعني داك البرد القديم. هاد الوصفة هادي سبحانك يا عظيم كتعالج داك المرض، وكتعالج كذلك جميع الامراض اللي كتكون يعني قديمه وكتكون جديده، يعني كتعالجهم هاد الوصفه هادي. وهاد الوصفه هادي عطاتها لي واحد السيده الله يجازيها بخير من هاد المنطقه ديال الصحراء، عطاتها لي قالت لي هاد الوصفه هادي رائعه جدا، وقالت لي قدميها للمتتبعه ديالك. وانا بالفرحه جبت لكم هاد الوصفه هادي وبغيت نقدمها لكم باش ديروها حتى نتوما، يعني راه زوينه 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 وما عندكم مناش غادي تخافوا، يعني زوينه بزاف. كتسخن الذات وكتحمي الذات ديالكم من جميع الامراض، كتحمي الذات ديالكم من الرواح، من البرد، من كل شيء، من اي حاجه خايبه كاع تتحمي هاد اي حاجه خايبه كتحميها هاد الوصفه هادي. على بركه الله ندوزو لهاد الوصفه. كما قلت لكم يعني هنايا عندي شريحه، شديت الشريحه كما سميتو راهي، شديت الشريحه غسلتها نقيتها مزيان ودرت فيها الثومه. ها انتم البنات من الاحسن خذوا ديك الشريحه الصغيره، الشريحه الصغيره كتكون باقا طريه شويه وتتكون يعني باقي فيها دوك المنافع ديالها. ها انتم البنات يعني كل وحده شديتها حليتها من الوسط وكنخشي فيها الثومه، كنخشي فيها واحد راس تاع الثومه. ها انتم يا البنات يعني حتى كملتهم بهذه الطريقه هذه، تنشدوها كنفوروها. انا عندي دابا البرمه درت فيها الماء ودرت الكسكاس يعني حتى غلى لي داك الماء، وغادي دابا نحط هاد الشريحه والتمر غنحطهم في الكسكاس يعني تيتفوروا لي مزيان، وغادي نتلاقاو باش نوريكم الطريقه النهائيه، الطريقه ديال المهم الشكل النهائي ديال هاد سميتو، واشنو كنضيفوا لهاد الشريحه هذه في التالي ان شاء الله يا ربي. يعني تابعوني حتى الاخر وغادي نوريكم الطريقه ونوريكم شنو غندير فيها. ها انتم البنات من بعد ما فورنا الشريحه ديالنا، ها انتم البنات يعني راه تفورات وديك التمر هذيك الثومه يعني راه طابت. ها انتم البنات دابا غادي نحيدوها في شي طبسيله ولا شي حاجه، وغادي نديروا لها لاتي البنات غادي نحيدها وغادي. ها انتم البنات اللي باغا تشدها تمعسها، يعني كتشدها تمعسها هكايا في الكسعه ولا في شي حاجه هكايا واسعه شويه، كتمعسها مزيان مزيان وكتخلطها مع الزيت البلديه، كتمعسها مع الزيت البلديه. واللي ما بغاتش تمعسها يا البنات تخليها هكا وتدير عليها الزيت البلديه بهذه الطريقه هذه. ها انتم البنات نكب عليها شويه ديال الزيت البلديه بهذه الطريقه. ها انتما ها انتما كبيت عليها الزيت بهذه الطريقه هذه. وفاش تبغيو تنعسوا يا البنات يعني تناولوها فاش تبغيو تنعسوا باش تسخنكم باش تغطاو مزيان ما كيضربكمش البرد، يعني فاش غتاكلوها ما تشربوش الماء من موراها. يعني دابا حنايا فاش نبغيو ناكلوها يعني راه ما غاديش نشربوا الماء من موراها، يعني حتى نشربوا عاد باش غناكلوها. حتى نتوما يا البنات يعني هكا غديروا لها الطريقه هي اللي صحيحه. يعني الا بغيتوا كما قلت لكم بغيتوا تمعسوها مع زيت البلديه، بغيتوا ديروا لها في حال هكا ديروها لها، يعني هزوا حبه ولا جوج حبات وكلوهم كافيين. وبصحه وراحه البنات والله يشافي الجميع، وباي باي عليكم، وما تبخلوش عليا البنات باش نجيب لكم الجديد.